نبدا الان من سعيد بزديره. بن قزديره بيا عمرتو راهم يعرفوه كل الجزائريين وكل العالم راه عارفه باللي بيا عمرتو اللي راه الان في كندا هربت منه وتتقول كان كيجيب لها الرجال في المنزل يجيب لي سقاده من ناس مستفاره تاع فرنسا ببريطانيا ولا لي جينيرو الخمر. ذاك اللوغو ما خرجش حتى نغلق الباب على روحي حتى نقول لك وصلوا لي الناس المستفاره بالكلاب بتاعو في الغرفه بتاعي وانا نايمه. اقلع عشان ما تاخدش وقت. يجيب في ناس تشتغل في سفاره فرنسا ببريطانيا يجيب فيهم للدار ويجيب في اولاد العسكر الجزائري يجيب فيهم للدار وبعدين هي شكلها استحلت التنفس الصناعي. لا ديوس انا ما نقدرش نعيش هاد الاشياء. هربت من اجل شرفي وصلوا حتى شرفي لانك تسال بن زديره تقول لي عندك دليل بلي مرتي كتراكد مع نور الدين خالي. الدليل يا طحان هو انني انا كنت شاد لهم الشمع. انت بتاع تسخين المايه تغيير الملايات شيل الفوط تاعت يعني مؤاخذه تنظف ست كنونه بعد وقبل الشغل يا من قصديره اللي صور مرته وصور لها مؤخره تاعها اكرمكم الله عريانه وتبعث في التصور تاع الزوجه تاعك تبعث في الدوبور تاعها اكرمكم الله تبعثهم للطليبه تبعثهم للجماعه. انت ديوس فعلا ديوس ديوس. ومن بعد مرته شافتها في الانترنت وحطوا محادثه حطوا كلش بينه وبين طليبه حطوا تسجيل صوته حطوا الصور تاع مرته اللي بعثهم له هو. شافت الزوجه تاعو الاهل تاعها الفاميليا تاعها ذوك الفضائح في اليوتيوب هربت لانه لقيته مش راجل وبالفعل هرب لي مش راجل. لما الرجاله تتكلم الحريمي اللي زاك تركن على جام سخر ما هات الفوق ستة كنونة هتعمل أحلى شغل بقى. هذا بن زديرة بن قزديرة كريم وليه سرق له مرته داله مرته طحلوا في مرته داله مرته بنته مرته هربوا عنده قلت له كنت شاد لهم السمع فرحان قوي. الى غايه هذه اللحظه مرته وبنته راهم عند كريم مولاي ولي الدارك وراكي بيته ولي الدارك وراكي رايحه ما قلت حي ما قلت كلمه طايحه. لكن ان يصل الحد الى المساس بشرفي وبكرامتي ما كاش. احلى من الشرف ما فيش. يا بن زديره اللي صور مرته ويرسلها لسياده ما ينجمش يتكلم على الشرف وما ينجمش يتكلم على العرض وما ينجمش يتكلم على هذه الاشياء. والادله ثابته والسجن مصيره لا محاله. الله يخرب بيتك يا استاذ. ويرتزق في لندن يعني اي شخص من مثلا يوسف بعجه يعطي له فلوس ويدير فيديو يشكره ويهاجم خصوم تاع يوسف بعجه. وراك صاحبك هذاك اللي تيري تعني عنده شركه الريح هذاك اللي قلت له مع الصحفيه اما ايه سرعش كنت بعثني وصل ايه تحب تروح ليه روح ليه باسمي ما كاش مشكل. ما تتصورش مش جاب دين منه دين منه العجب المعجب. خلاص نعيط له نعيط له نبعثك عنده. ايه ودي الاخراني ده فيها اودي اوان اكاش منها اللي ما عندوش. ايه وطحكوت وشديت من عنده انت ما شفنا من عندك ولا حرامية نصابيني يا ولادي في الكلب. هذا اللي يتكلم معاه هذا واحد من الناس اللي يبعثهم باش يروحوا يجيبوا له دراهم من عند هذا الناس اللي يبتزهم. حنا نجيبوا لك الدليل. صباح هو يعيط لي بن زديره شكون اللي عطاه النيميرو ما نعرف. يا صوفيا شكون معايا يرحم والديك صباح انت تعيط لي ما حدش يتصل يا ولادي الوسخه. يا صوفيا معاك بن زديره يا صوفيا ايه راه تقوت على روحك مشيت تعطيه يا برك من تمنيك بيا راه الميتين ابوك بخس عليك وشعب ابن هذا لو كان عنده ذرة شرف أو ذرة كرامة ليش جاي يبين وجه المنتج. ولكنه بما أنه باع حتى مرته عنده كلش نورمال. لو كان ربي يطول في عمره ونحكى فيها للشعب نحكى فيها 24 ساعة برك. إذا كان توفيق قال لكم شحال تكون 4 ملايين نمحي ربكم أنا أقول لكم شحال تكون 40 مليون 20 مليون نمحي ربكم. نص الشعب يخليه ونص الآخر نتبع له والديه كلب بني الكلب يا طحاحنا يا مرخص. والله نمحيكم وانا نضحك ونشرب في كاس جيدوش تاع التفاح. اذا ما يغيظكمش الحال خاوتي من واحد اللي زوجته ام اولاده صورها عريانه وبعثها الى شواكرو الى كبرنة الدير واش راح يجيك منه.